هي الحياة كلها تجارب، معناها سواء في الدار في الشارع في الخدمة في أي بلاصة، معناها الحياة كلها تجارب، معناها عموما، معناها سواء باش حتى خاصة أكثر حاجة معناها تركز عليهم في الغربة أكثر. أنا تحب تعمل تجربة صحيحة بالرسمي تخرج للغربة بطبيعة. مشيت ليبيا، مشيت للجزائر، تتعرف على عبيد بيه، عبيد خيبة، تعمل اسم ولا حاجيت بيه، حاجيت بيه أنا تعرفت على برش عبيد باهين، خدمت، عملت اسم، الحمد لله. لا خدمت كل شيء، أي حاجة ممكن تصورها خدمتها، خدمت حسب على وش اسمه، خدمت معناها مواد بناء بصفة عامة، لا علاقة به. أنا بالنسبة لي أنا ولاد خيلتي ليبيين وليبيين باهين، وما في نفس الوقت معناها هما تو مقسمين، معناها شادين لهم ميليشيات، يلزم يركزوا على حاجة، يلزم يعملوا رئيس به مثلا، يعملوا رئيس به ودولتهم به وهم باهين الحق ما شاء الله. وكهو البيه والخير في كل بلاصة بالأخ، والله ما متوفرة، مش متوفرة مبدئيا، معناها متوفرة، مش معناها مقارنة بين دول أخرى، معناها تسمى ليبيا في الخدمة بيه، مش خير. بس صحيح الصالير متاحة ما يساعدش توينسة مثلا في الصرف متاحهم، أما عموما بيه مقبولة. عندي مصراتية، تحية ليهم حتى عائلة بو علي وعائلة القاضي، إن شاء الله ربي معاكم، وإن شاء الله تعملوا رئيس به، إن شاء الله تنحوا كل الميليشيات هذه الحاجة اللي تركزوا عليها، ونحوها كل العقلية متاع ما عادوش تقسموا ليبيا، ما عادوش تقسموها، معناها كل معناها تنحوا كل العقلية متاع لا أنا من البلاصة الفلانية، أنا من البلاصة الفلانية، ليبيا كلها مع بعضها معناها، وعملوا رئيس به وكهوب أنا. السلام عليكم.